بينما يزداد الإقبال على اتباع نظم غذائية صحية وتناول الأغذية العضوية، يمثل تناول الملح بنسب عالية تهديداً حقيقياً لنوعية الحياة وسبل العيش وطول العمر. تحث منظمة الصحة العالمية على تقليل تناول الصوديوم لتخفيف ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية لدى الكبار، وهي تنصح بتناول 5 جرامات فقط من الملح يومياً، أي أقل من ملعقة صغيرة. لكن في الكويت يتجاوز متوسط تناول الملح أو الصوديوم الكمية الموصى بها بمرتين. تعمل الدكتورة نوال الحمد نائبة المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمشاركة الدكتور جوزيف لونغنكر من كلية الصحة العامة في جامعة الكويت منذ العام 2018 على تنفيذ مشروع بحثي تموله مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وللحصول على بيانات أساسية عن كمية الملح التي يستهلكها الكويتيون، تعاون الباحثان مع وزارة الصحة ومعهد دسمان للسكر اللذين ساعدا على جمع العينات وتحليلها وتخزينها. ومع أن الدراسة لا تزال جارية، فقد أظهرت تقديرات من أبحاث مختارة أن الكويتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عاماً يستهلكون ما بين 10 جرامات و14 جراماً من الملح، ويعاني 25% من الكويتيين ارتفاع ضغط الدم، وهي نسبة عالية نسبياً. وكرست الدكتورة الحمد مسيرتها المهنية لتقليل تناول سكان الكويت للملح، وخلال عملها في وزارة الصحة الكويتية طالبت بتشكيل لجنة للحد من تناول الملح. وفي العام 2011 بدأت العمل مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لتقليل كمية الملح في الخبز. وخلال عامين نجحت جهودها في تقليل كمية الملح في الخبز الأبيض وخبز القمح الكامل بنسبة 20%. وبتواصلهما مع الشركات المصنعة لرقائق البطاطا والذرة المحلية، نجح الباحثان خلال 6 أشهر في خفض الملح في عديد من منتجاتها بنسب تتراوح بين 20 و80%. ولتشجيع مزيد من الشركات على تقليل الملح في منتجاتها، تعاون الباحثان مع وزارة التربية لإعطاء المنتجات ذات الملح المنخفض أولوية البيع في مقاصف المدارس. لم تعتمد الكويت بعد أي تشريع لتقليل الصوديوم في الأطعمة المعبأة والمصنعة، إذا يعد بحث الدكتور الحمد دليلاً للجهات المعنية والمشرعين والجمهور لخفض استهلاك الملح وتعزيز أسلوب الحياة الصحي.